بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، هنأ أبناء قضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين العراقيين والأمة العربية والإسلامية، داعين الباري عز وجل أن يحفظ العراق وأهله وأن يزيل الهموم عنهم بعدما أصبحوا يعانون العديد من الأزمات، آخرها ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية والذي أثر بشكل مباشر على ذوي الدخل المحدود. جاسم الأبو جاسم والتقرير التالي. قدم أبناء الضلوعية أجمل التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، والذي أحلى هذا العام وسط أوضاع اقتصادية صعبة جدا جعلت من ذوي الدخل المحدود تحديدا باقتنائهم من البضائع وخصوصا الأساسية منها. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من هذه الآية الكريمة نستنبط أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر هو شهر مبارك على الناس أجمعين وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشكل خاص. هذا الشهر فيه ميزات عظيمة، فيه التعاطف والتراحم والمحبة المتبادلة بين الناس، لذلك نهيب بالمسلمين جميعا وخصوصا في مناطقنا هذه أن يتكاتفوا ويتراحموا ويتعاطفوا ويكون كالأسرة الواحدة وكالجسد الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فمن هذا نهنئ الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي والأمة العربية والإسلامية كافة بقدوم هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة للإسلام. نهنئ العالم الإسلامي كافة والعراقيين بصورة عامة خاصة بهذا الشهر الفضيل، وندعوهم إلى التآزر والتكاتف والمحبة ونزع الخلافات، وندعو أبناءنا وشبابنا إلى التحلي بالصبر وإعطاء رمضان حقه والابتعاد عن كل ما يزعج الآخرين، وأن يتذوقوا حلاوة الصيام وحلاوة الإيمان، وندعوهم إلى الصبر والتسامح والمحبة ومساعدة الآخرين ومساعدة المحتاجين. أصحاب المحال التجارية في المنطقة شكوا من ارتفاع الأسعار لهذا العام، والذي كان سببا بتكديس البضائع في محالهم التجارية. ومن جانب آخر بين أصحاب الأفران والمخابز عن جدول أعمالهم والذي يختلف عن بقية شهور السنة. نتقدم بالتهنئة للشعب العراقي ولجميع المسلمين بحلول شهر رمضان الكريم، شهر المحبة، شهر التسامح، شهر الخيرات، شهر الاستجابة، استجابة دعاء الصائم، وتغلق الأبواب، تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، والتقرب إلى الله والتوبة. أمنياتنا بهذا الشهر أنه التسامح وتعامل يعني كمحلات مع الناس اللي هي أمس الحاجة، والأسعار تكون أسعار مناسبة لدى المسلمين. وتدري هذا الشهر شهر يعني هو شهر الخيرات هذا بعد، فنتمنى أنه يكون أكو روح تعاون ما بين أصحاب المحلات والمواطن. ربي إن شاء الله تكون فاتحة خير على الجميع، على الجميع العراق. والله طبيعة عمل الأفران يصير، إحنا عندنا نظام خاصة صلاح الدين وبكل محافظة صلاح الدين وكل أنحاء العراق. إحنا نظامنا في وقت رمضان المبارك يصير شغلنا، العمل مالتنا يصير يبدي من الظهر لحد صلاة المغرب، يعني حد الفطور لحد شهر رمضان المبارك. وإن شاء الله يا ربي رمضان كريم على الجميع. تهانينا تسبق أمنياتنا بهذا الشهر الفضيل، داعين الباري عز وجل أن يحفظ الله عراقنا الحبيب ومحافظتنا العزيزة وأهلنا بالضلوعية، وأن تزهو بالأمن والأمان بهذا الشهر الفضيل. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم أبو جاسم، الضلوعية.